بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. يسرنا خلال الدقائق التالية بمشيئة الله تعالى أن نلتقي فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وضيف هذا البرنامج. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج لعلكم تتحدثون عن بالنسبة لما يتناوله الناس، هل هناك يعني آداب شرعية عند الإفطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك آداب شرعية عند الإفطار، وهي أولا أن يبادر المسلم بالإفطار عندما يتحقق من غروب الشمس، إما برؤية وإما على أذان المؤذنين إذا كان في البلد، فلا يفطر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه غروب الشمس، إما بالرؤية بأن يرى الشمس ويرى العلامات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وإما بأن يسمع المؤذنين في البلد. وثانيا، يستحب له أن يفطر على الرطب إن كان وقت الرطب، وهي أول التمر، بواكير التمر، فإن لم يجد رطبا فإنه يفطر بتمر، يعني بتمر يابس، فإن لم يجد فإنه يحسو حسوات من ماء، يعني يجرع جرعات من ماء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء، ثم يخرج لصلاة المغرب. ومن آداب الإفطار أن لا يتأخر الإنسان على مائدة الإفطار وتناول المشتهيات، ويتأخر عن صلاة المغرب مع الجماعة، بل يبادر إلى الصلاة ويصلي مع الجماعة، فإذا رجع فإنه يتناول ما يريد ولا يضيع صلاة الجماعة. نعم، بارك الله فيكم. هناك مبالغة في مائدة الإفطار لدى بعض الناس، هل لكم كلمة توجيهية في ذلك؟ لا ينبغي المبالغة والإسراف، قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولأن المبالغة في الأكل والشرب كسلان عن الصلاة وعن صلاة التراويح، لأن الإنسان إذا ملأ بطنه فإنه يكسل، فينبغي أن الإنسان يتناول من الطعام والشراب ما يعينه على ذكر الله وعلى الصلاة وعلى الطاعة. وليس شهر رمضان شهر للأكلات وتنوع الأطعمة، وإنما هو شهر للعبادة، صلاة ليله صلاة ونهاره صيام، فهو شهر للعبادة وليس شهرا للأكل والشرب والكسل. نعم، حفظكم الله فضيلة الشيخ صالح. هناك بعض الناس في أول شهر رمضان المبارك يجتهدون في العبادات، وما أن تمضي أيام من شهر رمضان حتى يصابون ببعض من الفتور وقلة العبادات، فهل لكم كلمة بهذه المناسبة لهؤلاء؟ نعم، شهر رمضان لا شك أنه موسم عظيم يمتاز على غيره من الشهور، وينبغي للمسلم أن ينشط فيه للعبادة وأن يخصه باجتهاد، ولكن ليس معنى ذلك
أنه يقتصر عليه، فإذا خرج فإنه يعود للكسل ويترك العبادات والطاعات، فإن من كانت هذه حاله فإنه حري ألا يقبل منه شهر رمضان، لأن المسلم مأمور بالعبادة والطاعة في كل حياته ليس في شهر رمضان فقط، ولكن شهر رمضان يأتي على المسلم زيادة في حسناته وزيادة في عمله. أما المسلم فهو مسلم في رمضان وفي غيره، يحافظ على فرائض الله ويتجنب محارم الله في رمضان وفي غيره، لأنه عبد لله عز وجل ومأمور بالطاعة ومأمور بالعبادة في كل حياته من حين يبلغ سن التكليف إلى الوفاة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لمفسدات الصوم، مفسدات الصوم كثيرة. نعم. منها مفسدات معنوية تفسد الثواب، تنقص الأجر، وهي المحرمات من الكلام، المحرمات من النظر، والمحرمات من سائر المنهيات، فيصون لسانه عن الكلام المحرم من سب وشب وشتم وغيبة ونميمة وقول زور وشهادة زور، ويصون سمعه من استماع الأغاني والمعازف والمزامير واستماع الكلام المحرم، ويصون نظره عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل. فإن هذه محرمات في كل حياته، لكن في شهر رمضان يزداد شرها، لأنها تنقص ثواب الصيام، وقد لا يبقى له أجر في صيامه إذا أكثر منها. وهناك مفسدات للصوم بمعنى مبطلات يلزم معها إعادة الصوم، وذلك كالأكل والشرب متعمدا، فإن من أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صومه، لأن الله أباح الأكل والشرب من عند طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أباح الأكل والشرب في وقت ينتهي بطلوع الفجر، ثم يمسك عن الأكل والشرب والمفطرات إلى أن تغرب الشمس، قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن هنا قال العلماء إن الصيام هو الإمساك بنية عن المفطرات الظاهرة والباطنة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. ومن مبطلات الصيام الجماع، لقوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيباح للرجل أن يكون مع أهله وأن يستمتع بأهله في الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولكن إذا طلع الفجر فإنه يمتنع من ذلك إلى أن تغرب الشمس. فإن حصل منه جماع في أثناء الصيام فإنه فعل محرما ويبطل صومه، وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وكذلك استخراج الشهوة بغير ذلك، كالاستمناء باليد وهو ما يسمى بالعادة السرية، فإن هذا يبطل الصيام، وعلى من فعله أن يتوب إلى الله، أن يستغفر وأن يقضي هذا اليوم. وكذلك لو كرر النظر فأنزل،
أو لامس امرأته ثم أنزل، فإنه يبطل صومه بالإنزال، لأنه هو المتسبب في ذلك، وعليه أن يقضي هذا اليوم مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالنساء والاستمتاع بهن في رمضان. ومن مبطلات الصوم استخراج الدم من الجسم، الدم الكثير من الجسم، إما بحجامة وإما بسحب وإما بفصد، بقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وذلك لأن الدم يقوي البدن، فإذا سحبه من بدنه حصل له ضعف شديد، ويجتمع عليه ضعف الصيام مع ضعف الدم، قد لا يتحمل. فلذلك لا يجوز له استخراج الدم الكثير من بدنه، إما لحجامة أو لإسعاف به أو لتبرع به، إذا كان كثيرا فإنه يبطل صيامه، للحديث الصحيح في إفطار المحتجم وهو صائم. وكذلك من مبطلات الصيام خروج الحيض والنفاس من المرأة، فإذا خرج منها الحيض أو النفاس بطل صيامها، لئلا يجتمع عليها ضعف خروج الدم مع ضعف الصيام فلا تتحمل. ولكن ليس عليها إثم في ذلك، لأن هذا بغير اختيارها، ولكن لا تصوم وهي حائض. قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الحائض والنفس يتركان الصلاة ويتركان الصيام، ولكنها تؤمر بقضاء الصيام دون قضاء الصلاة تخفيفا عنها. ومما يتعلق بمسألة خروج الدم من الإنسان، لو خرج منه دم من غير اختياره، كما لو انجرح خرج منه دم كثير، أو خلع ضرسا خرج منه دم كثير، أو حصل منه رعاف، فإن هذا لا يؤثر على صيامه، لأنه بغير اختياره. وكذلك من مبطلات الصيام إذا استفرغ الإنسان عن طريق التقيؤ ما في معدته متعمدا، فإنه يبطل صومه. أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإنه لا يبطل صومه، لأنه بغير اختياره. وكذلك مما يلحق بالأكل والشرب تناول الأدوية، بالنسبة للذي يتعاطى الأدوية من حبوب أو شراب، فإن هذا يبطل صيامه، لأنه ابتلع شيئا يصل إلى جوفه من الدواء. وكذلك الإبر المغذية فإنها تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب. وكذلك الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد، لأنها تختلط مع الدم تسير في الجسم، فهي تشبه الإبر المغذية. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبمشيئة الله تعالى نستكمل هذه مفسدات الصوم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيها الأخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ضيف البرنامج، على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.